يعطيك العافية. اليوم بإذن الله تعالى بدنا نتحدث عن بدنا نبدأ في تأسيس مادة الإنتاج النباتي. طبعا طلاب التوجيه الزراعي اللي وصلوا لمرحلة التوجيه الزراعي لابد يكون عندهم في مصطلحات معينة لازم أنها تكون واضحة. لما نحكي مثلا خلية نباتية لازم يكون عنده تصور شو معنى خلية نباتية. اليوم بإذن الله تعالى رح نتحدث بهذا الموضوع. طبعا هذا الدرس مش داخل في الامتحان الوزاري وإنما هو تأسيسي لمرحلة التوجيه الزراعي. شو هو الخلية النباتية؟ خلينا بس نستعرض مع بعض. طبعا الخلية النباتية هي إيش؟ هي اللي هو تقريبا أصغر جزء بشكل النبات. طبعا الخلية النباتية كل مكونات طبعا هي يعني الخلية اللي بتعطي الوظيفة والبناء والهدم، فبالتالي تعتبر هي إيش؟ الوحدة الوظيفية للنبات. نتعرف عليها بسرعة. طبعا الخلية النباتية تتكون عندي أول شيء في عندي الجدار الخلوي. هذا شباب الجدار الخلوي، تمام؟ الجدار الخلوي طبعا هو اللي بيحيط وبيحمي اللي هو الخلية. الجدار الخلوي هو اللي بيحيط في الخلية من الخارج. وفي عندي كمان الغشاء الخلية. طبعا اللغة الإنجليزية مش داعي سيل ممبرين، ما في داعي، ممكن بكرة بالجامعة إن شاء الله، بس حاليا بدنا نفهم. هلأ الغشاء هذا غشاء الخلوي، وهذا جدار إيش؟ الخلية. هذا اللي برا اللي هو الصلب عادة من السيلولوز. غشاء الخلية هذا له دور في الحماية، وأيضا في له دور في النافذية، في النفاذية الاختيارية. في عندنا كمان السيتوبلازم. السيتوبلازم هذا عبارة عن سائل، هذا السائل موجود في كل الأعضاء الداخلية للخلية النباتية ويسمى أيضا مادة الحياة. في عندي كمان شيء اسمه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هذه الأجزاء شايفينها، شو بهمني الميتوكوندريا؟ عشان تصنيع إيش؟ الطاقة، بتعطيني طاقة، تمام، مسؤولة عن الطاقة. في عندي الفجوة، هذه اسمها الفجوة العصارية، هون الفجوات هذه فيها مواد غذائية وسوائل وأملاح. إذن فيها عبارة عن مواد، الفجوة فيها هاي مواد غذائية وإيش؟ وسائلة وأملاح. في عندي هنا طبعا البلاستيدات، هنا البلاستيدات طبعا بتكون خضراء. طبعا البلاستيدات هون ضرورية جدا لأنه طبعا إلها دور مهم جدا بتخزين طبعا النشا. في عندي كمان الريبوسوم، هاي طبعا الريبوسوم، وريبوسوم إله طبعا ايضا بتكون من، في عندي كمان الشبكه الاندوبلازم، في عندي الناعمه، وفي عندي الاندوبلازم الخشنه. في عندي ايضا اجسام جولجي طبعا اسطوب بالانجليزي. في عندي ايضا اللايسوسوم، هذا من اجزاء. وفي عندي النواه، تلاحظوا هنا تركيبه النواه كامله. في عندي هنا النواه، في عندي بتكون من النويه او النويه اللي هو اصغر جزء، وفي عندي غشاء النواه، وفي عندي ثقوب النواه. طبعا البلاستيدات الخضراء بتم عن طريقها، البلاستيدات طبعا جزء منها اللي هو النشا، ومنها ايضا الماده الخضراء اللي بتم فيها عمليه التمثيل الضوئي. هذه بالنسبه لاهم شيء بتعلق بالنسبه ل هذا الخليه النباتيه. طبعا في هناك ايضا وظائف اخرى، لكن انا بس بدي تكونوا ملمين باهم شغلات اللي بتتعلق ب الخلية النباتية. حكينا الميتوكوندريا، طبعا زي ما حكينا أنها لها علاقة بإنتاج الطاقة للخلية وأيضا للنبات. البلاستيدات حكينا أنها أهم نقطة أنها تحتوي على صبغة إيش؟ الكلوروفيل لعملية إيش؟ البناء الضوئي. هذا أهم شيء يتعلق بالنسبة بالنسبة للبلاستيدات. إذا ما في بلاستيدات ما في عملية تمثيل ضوئي، في موت للنبات لا سمح الله. الفجوات الخلوية حكينا عنها، الفجوات هذه اللي فيها مواد غذائية وأملاح. طبعا في عندي أيضا النواة. النواة حكينا تتكون من ثلاث أقسام، وتحتوي أهم شغلة بالنسبة للنواة أنها مستودع إيش؟ المادة الوراثية DNA، وعن طريقها بتم إيش؟ يعني بصير تكاثر والانقسام الخلوي عن طريق النواة، لأنها بتحتوي المادة الوراثية، طبعا المواد الوراثية اللي هي DNA. الجدار الخلوي حكينا أهم شيء هو حماية الخلية. بهمني أنا أهم شغلة بالنسبة للجدار الخلوي إنه بيحمي اللي هي الخلية النباتية.
طيب بيكون عادة زي ما حكيت أنا قبل شوي بيكون من اللي هو من مادة السيلولوز. طيب نيجي لعند تركيبة النبات الشكلية. هلأ لما نحكي تركيبة النبات الشكلية بدنا هون نوقف إنه في عندي جزئين. في عندي الجزء الأول وهو إيش؟ الجزء اللي هو الجذور، تمام؟ وفي عندي كمان الجزء اللي هو الخضري اللي هو وين؟ فوق. يعني في عندي جزئين، لاحظوا معروف، في عندي المجموع الخضري هذا بيكون فوق، طبعا له وظائف مختلفة، وهذا عندي تحت هو المجموع إيش؟ الجذري. المجموع الخضري طبعا بيتم عن طريقه شغلات كثيرة، بيتم عن طريق التمثيل الضوئي، أيضا بصير في عندي تكوين للأزهار، بصير عندي العقد، الثمار إلى آخره. وأيضا المجموع الجذري وظيفته امتصاص العناصر الكبرى وأيضا العناصر الصغرى، توصيلها عن طريق الأوعية الناقلة إلى الأوراق، وأيضا الأوراق إلها وظيفة أيضا تثبيت النيتروجين الموجود في الجو. فكل هذه وظائف إيش؟ معقدة للمجموعين. لكن إحنا عندي أهم شيء إنه في عندي مجموع خضري ومجموع إيش؟ جذري. طيب نكمل كمان شوي مش غلط. في عندي طبعا بدي أنا تعرفوا أهم شغلات حتى نعرف إنه شغلة حتى المجموع الجذري أيضا ممكن من وظائفه أيضا أنه يكون زي الدرانات تكوين الثمار في البطاطا، قد تكون من المجموع من وظائف المجموع اللي هو الجذري. هلأ المجموع الجذري ممكن يكون إما أن يكون ليفي، لما نحكي ليفي يعني بتكون متفرع، تمام؟ في عندي أيضا مجموع وتدي بيكون جذر واحد، كما في طبعا في عند الجزر والفجل هذا بيكون وتدي، بيكون طبعا في ثمار عادة، إما بيكون ليفي وإما أن يكون وتديا. طيب لاحظوا هنا الجذور لما تكون شكلها ليفي بيكون شكلها بهذه الطريقة. نعم. في عندنا لما نحكي طبعا هنا أيضا الجذور الوتدية، لاحظوا كيف الصورة زي الجزر هون، هذا جذر بسموه جذر وتدي. طيب المناطق أو تركيبة الجذور عادة في عندي منطقة بسموها المولدة أو القولنسوة، هذه منطقة الأولى بالنسبة للجذور، هذه عادة بتكون وين؟ في قمة الجذر. في منطقة ثانية اللي هي منطقة الاستطالة، تمام؟ هذه منطقة موجودة في الاستطالة اللي هي حتى بزيد هنا حجم الخلايا بسموها منطقة الاستطالة. وفي عندي أيضا منطقة النضج، تمام؟ هذه المنطقة طبعا تدخل في المنطقة التغيرات. يعني في عندي أهم شيء نعرف إنه بالنسبة للجذور في عندي ثلاث مناطق، في عندي المنطقة اللي هو المولدة أو القولنسوة، وهي بتكون في بداية في قمة الجذور طبعا تعطي خلايا جديدة، وفي عندي أيضا منطقة استطالة، وفي منطقة النضج. طيب هلأ هنا مثال، هوي عندي هنا المجموع الجذري كامل، تمام؟ هاي منطقة اللي هو المنطقة المولدة هنا تيجي في مقدمة الجذور، هنا منطقة النضج، وفي عندي هنا إيش؟ منطقة الاستطالة بتيجي هون، هذه منطقة الاستطالة، وهنا أيضا منطقة النضج. هذا هو التركيب. في لحظة هنا إشي اسمه الشعيرات الجذرية، بتكون لسه شعيرات جذرية بتكون أقل من الجذور. لاحظ في عندي هنا الجذر الابتدائي اللي هو هذا الجذر الابتدائي، وفي عندي جذر ايضا بيكون عندي جانبي، لاحظوا. فهذا هو يعني شبه، يعني هذا هو التكوين اللي هو المجموع الجذري. طيب طبعا الساق زي ما حكيت انا قبل شوي هو الجزء الخضري، تمام؟ طبعا شو عندي بيحمل طبعا زي ما نعرف البراعم، وفي عندي الاوراق، وايضا بينتقل فيه عن طريقه اللي هو الماء من الجذور الى اجزاء النبات، طبعا زي ما حكينا قبل شوي انه هو فيه الاوعيه الناقله. طيب نيجي لعند هنا، طلعوا هنا شباب هنا اجزاء الساق. لما نحكي اجزاء الساق لاحظوا كيف هون عندنا هذا الساق، لاحظوا هون عقده. لما نحكي هون عقدة سلامية، هذه لحظة بين الورقة والورقة، هي عقدة سلامية بسموها. هذا برعم هون، هذا اسمه برعم. لو خلينا أصغر لكم الصورة شوي ممكن تكون أوضح. أيوه هيك أحسن، ممكن تكون أوضح شوي. هنا لاحظوا كيف إنه هنا هذا برعم، العقدة هذه عقدة، هي عقدة سلامية. لاحظوا
بين هذا الجزء وهذا الجزء هي عقدة سلامية. هذه عقدة، هذه برعم، البرعم عليها فيها شغل كثير، ورح ينذكر كثير في مادة التوجيه الزراعي شو يعني برعم. طبعا لما نيجي لعند البراعم هلأ الموجودة في الساق، تمام، هلأ البراعم الموجودة في الساق، هذه البراعم اللي هي زي هذه، هذه بتتطور البراعم، رح كثير رح يتذكر هذه الكلمة بشكل كبير، برعم برعم برعم. طب ايش هو البرعم يا أستاذ؟ البرعم هو جزء هام من الساق، يعني هذا هو بتشكل، لكن هذا اللي هي عبارة عن الخلايا النباتية اللي حكينا عنها قبل شوي تكوينتها، هذه بتتطور، تمام، تتطور، تتطور إما إلى بتصير إما أفرع أو أوراق أو أزهار، تمام. يعني ممكن هذه البراعم تتطور بتصير أفرع أوراق أزهار، أزهار معنى ذلك إنه أزهار بصير عقد وبعدين بصير ثمار، فبالتالي البرعم هو أساس التطور في النبات. طيب في عندي أربع أنواع من البراعم بدنا لازم نعرف. في عندي إيش يا أستاذ؟ أول برعم، معلش شوي نكبر لكم على أساس يكون أوضح وكويس. في عندي البرعم القمي، ها، وفي عندي البرعم الطرفي، وفي عندي البرعم الإضافي، بس خليني هيك، وفي عندي البرعم العرضي. هلأ البرعم القمي عادة بتكون وين؟ في قمم الأفرع والأغصان، ها، في قمة الغصن، زي هون مثلا ممكن يكون هذا برعم في قمة إيش الأفرع والأغصان. البراعم الطرفية بتكون في إبط الورقة، هيو ها، هذا برعم بيكون في إبط الورقة، هي الورقة هذه، هذا برعم يسموه برعم طرفي. البرعم الإضافي هذه بيكون من البراعم الإبطية، بتكون يعني في عندي برعم وممكن بجنبه كمان يكون في برعم، تمام، هذا بيسموه برعم إضافي. البرعم العرضي بتكون في أماكن أصلا غير أماكنها، هاي بيسموها براعم عرضية. لكن باختصار البراعم عموما تتطور زي ما حكينا قبل شوي، تتطور حتى تشكل إما أفرع وإما أوراق وإما أزهارا، هذا يعني الإشي اللي أنا بدي تركزوا لي عليه. طيب خلينا نيجي لعند كمان شغلات رح تيجي عندنا كمان في التوجيه. شباب كل هذه المصطلحات رح تتكرر عندنا في التوجيه، بدنا نكون نفهم على أساس أنه ما نتفاجأ بهذه المصطلحات. في عندنا أحبة الطلبة السيقان نفسها، في عندي تتحور، يعني كيف تتحور؟ تتشكل السيقان، تتشكل حسب البيئة حتى تتكيف. في عندي سيقان هوائية وعندي ساق أرضي. طيب هلأ السيقان الهوائية مثل إيش؟ في عندي التاج، اسمه التاج، في عندي الدوابر وفي عندي المدادات، كويس، خلينا نشوف كيف أشكالهم. هاي إيش؟ سيقان هوائية، معلش خليني شوي عشان لأنه أنا لما أكبر بتكون الصورة، هلأ الصورة أوضح. هون لاحظوا هذه سيقان هوائي، هذه سيقان هوائي. طب إيش يا أستاذ السيقان الهوائي؟ لاحظوا هنا دابرة، هذا ساق، لاحظوا هنا برعم وتكونت ساق، فأصبحت دابرة، بداية ساق، هي دابرة، هاي بداية ساق هوائي بسموها دابرة. طبعا لاحظوا حتى فيها ممكن يكون في براعم، فالدابرة، كلمة الدابرة شو يعني الدابرة يا أستاذ؟ كثير راح تتكرر في التوجيه. الدابرة هي ساق، هي ساق هوائية، هذا أول واحدة. طيب في عندي كمان سيقان أرضية، يعني تتمدد، تتمدد على الأرض، ممكن تتمدد يعني عفوا، وتكون أو تكون قريبة من الأرض، بسموها سيقان أرضية. بس خلينا نكمل، بس نرجع لما خلصنا الهوائية. الهوائية في عندي إما في عندي زي ما حكينا الدابرة، في عندي هون التاج أيضا نوع من أنواع السيقان، وفي عندي المدادة. إذا أجت كلمة مدادة أو تاج أو دابرة فهي سيقان هوائية، خلص حساس تكون فاهم. طيب السيقان الأرضية في عندي البصلة وفي عندي الكورمة الرايزومات الدرنات، هدول سيقان أرضية أي أنها قريبة من مركز الأرض. خلينا نشوف إذا في صورة هنا توضح، مش موجود، طيب ماشي، خليني بس أنا أرسم لكم بالنسبة للسيقان الأرضية مثال عليها. مثلا خلينا نحكي الرايزومات، الرايزومات هذه
من اللي هو السيقان الأرضية. بتكون عندنا مثلا عندنا شجرة الموز، خلينا نرسمها بطريقة إنها ها. في عندي هون شجرة الموز، طبعا شجرة الموز لما نحكي بيكون عندنا عادة هون الساق، هذه بسموها ساق أرضية أو بسموها رايزوم، هذا رايزوم، هاي بسموها ساق إيش، هاي رايزوم، رايزوم أو إيش، ساق أرضي، كويس. هذا الرايزوم هو يعتبر ساق أرضي لأنه عادة يتم التكاثر به، يعني بعد فترة بيتم إزالة الأم وبتيجي بنتها بتكمل، فعشان هيك إحنا بنحكي بعض أنواع الأشجار تتكاثر بإيش، بالرايزومات أو بالكورمات أو بالبصلات أو بالدرنات. طبعا الدرنة أيضا تعتبر ساق أرضية، الدرنات اللي هي البطاطا مثلا، هاي تعتبر من أنواع اللي هي الثمرة، هذه تعتبر من أنواع السيقان الأرضية، يعني بمعنى أنها قريبة وجزء منها بيكون إيش، تحت الأرض. هذا بالنسبة للساق الأرضية، أرجو أنها تكون واضحة. فالساق الأرضية تختلف، لما نحكي البصلة هي ساق أرضية تتكاثر نعم بالبصلة وهي نوع من السيقان الأرضية، الكورمات ساق أرضية، الريزومات ساق أرضية، والدرنات أيضا ساق أرضية. أتوقع إن شاء الله تكون واضحة هذه. نيجي لعند أحبة الطلبة الورقة، إيش الورقة؟ لما نحكي الورقة أجزاء الورقة الخارجية، إيش هي الأجزاء؟ الأجزاء هذه مثال، في عندي العرق، في عندي إما أن يكون عرق داخلي وفي عندي عرق وسطي، هذه أنواع العروق، وفي عندي عنق الورقة، هذا العنق، وهذا من فوق بيجي اسمه نصل الورقة، إذن عروق ونصل وساق وغمد، هذه هاي، وفي أيضا أذينات، هذه أذينات الورقة، هذا بشكل عام مش مطلوب زي ما حكينا بالتوجيهي اللهم. في أنواع على الأوراق، في عندي مثلا هنا في عندي الورقة، في هذا شمروخ ورقي، لاحظوا كيف هنا مركب ريشي مركب راحي، أنواع من تركيبات الأوراق يعني للإطلاع ليس أكثر. لاحظوا ترتيب الأوراق على الساق، إما أن يكون متبادل متقابل دائري حلزوني، أنواع من إيش، ترتيب الأوراق على. نيجي لعند موضوع كثير وهذا بهمنا كثير، مكونات الزهرة. أحبة الطلبة لما نحكي مكونات الزهرة، أي زهرة في العالم إلها مكونات. أول مكون في عندي طبعا هون العنق، في عندي السبلة، السبلة شايف هذا الجزء الأخضر، هذا اسمه سبلة، كويس، نكبر شوي معلش، هذا العنق، هاي السبلة، في عندي البتلة هذه الملونة اللي تحيط فيها، هذه اسمها بتلة، في عندي خيط، وفي عندي المتك، هذا مهم جدا، في عندي الميسم، أوكي، وفي عندي القلم، لاحظ كيف، وفي عندي المبيض والكيس الجيني، الكيس الجنيني أو الكيس الجين، الكيس الجنيني نعم. الآن هذه تركيبة إيش، الزهرة اللي بتم فيها عملية نعم التلقيح. طيب الآن لاحظوا كيف إنه الزهرة عادة شو سبب تلوين الأوراق، هي أن تجذب الحشرات حتى تقوم بعملية إيش، التلقيح، من خلال هلأ نقل عملية اللقاح، تمام. هون إحنا يعني بتم عملية التلقيح من خلال إن حبوب اللقاح بتدخل من الميسم وبعدين بتدخل للكيس الجنيني وبتتم عملية الإخصاب. طيب في شغلة بدنا نفهمها، إنه الزهرة نفسها هي ساق متحورة، كويس، هي عبارة نفس الساق، هي عبارة عن ساق متحورة. حكينا إنه البرعم يشكل قد يكون ورقة وقد يكون زهرة وقد يكون ساقا، فهي إيش، ساق متحور، هذا تعريف علمي لها، تمام. الآن نفس الساق بتحمل أعضاء التكاثر الذكري وهي الأسدية اللي المتك والخيط. هلأ طلعوا هنا لما نحكي هنا الخيط هون والمتك، هلأ هادولا هنا الأعضاء إيش، هنا الذكرية، هنا الأعضاء إيش، الذكرية، الخيط والمتك، هذه الأعضاء الذكرية اللي بتتكون فيها اللي هي حبوب اللقاح، فهي إيش، تيجي الحشرة لازم يعني تحرك الخيوط حتى تدخل الحبوب اللقاح للمبيض. فإذا الأسدية هي المتك والخيط،
والمتك زي ما حكيت قبل شوي اللي بيحوي إيش حبوب اللقاح، فبالتالي نفس الحشرة هي اللي بتجذبها هذا اللون وبتحرك الخيط والمتك حتى تنتقل حبوب اللقاح إلى المبيض. المتاع هو عبارة عن إيش؟ الأعضاء الأنثوية، وزي ما حكينا بتتكون في عند الميسم والقلم والمبيض. الميسم والقلم والمبيض. السبلات والبتلات حكينا، البتلات هي يعني بتكون اللون ملون، السبلات هي اللون الأخضر حكينا عنها قبل شوي. هذا فقط حتى تكونوا يعني بالعلم. هلأ هنا الثمار، الثمار عموما هي عبارة عن إيش؟ المبيض الناضج، يعني هذه عبارة عن المبيض اللي تم تلقيحه فأصبح مبيضا ناضجا، أعطاني إيش؟ الثمار، وداخل هذه الثمار عادة بتكون البذور. كويس؟ الآن الإشي اللي أنا بدي أعرفه إنه البذور نفسها، لأنه بكرة راح يصير عندي التكاثر البذري، بدك تعرف شو يعني البذور. البذور هي التي تحتوي الجينات الذكرية والأنثوية، فبالتالي لما نحكي التكاثر بذري بكرة بتفهم إنه البذور هي التي تحتوي إيش؟ الجينات الذكرية والأنثوية، كامل الجينات البذور. تمام. في عندي الثمار، إما قد تكون ثمار بسيطة أو ثمار متجمعة. تمام. وفي عندي كمان ثمار مركبة أو متضاعفة. هذه أنواع من الثمار، أنا ما بيهمني كثير لكن للإطلاع ليس أكثر ولا أقل. هنا مثلا ثمرة، لاحظوا هنا هي البذرة، هذه بنعمل لها إن شاء الله في التوجيه، مادة التوجيه رح تعرف أنه لازم نعملها تنضيد درجات حرارة برودة معينة حتى يصير في عندها إنبات، بعدين بنقلها على الحقل المستديم. بس لازم إحنا نعرف أنه مثلا عندي هذه البذر، هاي ثمار بسيطة وهذه البذرة، إذا تحتوي زي ما حكينا هو جينات الذكورة والأنوثة في اللي هو الثمرة. كويس. للزهرة نفسها، فالجينات الوراثية بتكون. هلأ هذا عبارة عن الخصائص الشكلية. لاحظوا هنا طبعا اللي هو حكينا عن الجذر اللي هو الليفي والجذر اللي هو الرأسي. هنا طبعا وجود هنا على أساس نعرف وين البراعم والدوابر ثمرية. لاحظوا كيف يعني هو هذا تمرين حتى نتعرف بالضبط على أجزاء النبات وأنواع الأوراق، هذا كله للإطلاع وللتذكير وليس مطلوب حفظ. زي ما حكينا هذا عبارة عن تأسيس لإنتاج النباتي التوجيهي. طيب لعند هون، لعند عملية البناء الضوئي بدي أوقف هون، يصلنا صفحة 64. بنكمل إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة التأسيس. أحبة الطلبة، شو الهدف من التأسيس؟ بس بحب أذكر، تأسيس الطالب الهدف منه إنه يدخل على مادة التوجيهي وعنده معلومات سابقة حتى لو مرت عليه أي مصطلح علمي يكون إجابته عنده واضحة، أو إذا بده يعرف الجواب يعرف من وين ممكن يحصل الإجابة. يعطيكم ألف عافية، أتمنى لكم التوفيق دائما.